هنا في الشارع الغربي من حي المهاد في ضاحية شويكي يعتبر مأساة بالنسبة لساكنيه على الأقل، فهو يعاني من نقص في أقل الخدمات ويشكل لهم معاناة في فصل الشتاء. سنستمع وإياكم إلى آراء السكان الذين يطالبون بأقل حقوق ممكنة للتخفيف من معاناتهم. مليون مرة للبلدية، شارع حارة المهادوة زفت وجهة اليمين وجهة الشمال، حكولنا من شهر 9 يعني من سنين هم يوعدونا في ترميم الشارع، في ترميم الشارع. هسا بنقدم لهم عسبة الحشائش، الأولاد الصغار هم مروحين بالصيف، الحياية بيطلعوا من بين الولد بتفاجأ بحية بإشي بالشارع بيعرفش، يعني الأولاد ملتمسين بروحوش على المدارس وهي المدارس موجودة حضور وغياب، الطلاب بيغيبوا. يعني أول مطرة مطرت جرفة البسكورس كله لحط، لأنه كل ميلان المي بنزل عنا هنا على المنطقة هاي، زفتوا الشوارع كلها وخلوا المنطقة هاي كل ميلان المي بنزل هنا على وهيكم يعني عينكم بالنظر على البسكورس كله تجرب، بيجوا بحطوا لنا سيارة بسكورس وبروحوا. وأول شتوي بتشتي الأولاد بيغيبوا المي بعرض الطريق بيعرفوش يمشوا، بده يروحوا على التراب وحلة وبيعرفوش يعني يطلعوا. واي تاكسي عمومي بنطلب يجي على المنطقه هين بيرفض يجي، بيرضوش يجوا لانه الطريق اللي بروح كارتير السياره فيها واللي بروح منعاني يعني كثير بمشكله في الطريق. الشارع هذا ان مرض ان كراس حي ولا انجلط ولا احد اي شيء، هذا الشارع اقرب من غالي اللي في اللفه، صار منع تجول هذا فالت من هون. اول شيء هذا الشارع مش شارع، انا عندي سياره وانا هيت مروح مشي، السياره بالتصليح يعني صار مش ملحق تصليح على السيارات، وباص الروضة للولاد الصغار برضاش يفوت برضه عنا على الحارة هون، يعني صار الولد الصغير على آخر الشارع عشان باص الروضة يجي ياخذه. وانت زي ما انت شايفين هاي في عنا جرار بنص الشارع أكثر مرة، كل ما يجي بس بسووها صبطوا كل الشوارع اللي فوقانية دشروا لنا الشارع، هذا كان بنسوي ياخذ الجرافات ضلهم رايحين. ورحنا راحوا أكثر من جماعة من جيراننا وطارد وعلى الفاضي، فيش حدا برد علينا. بالنسبة للشارع أنا أكتر واحد بروح بطارد بالنسبة للبلدية لرئيس البلدية، ومعاي طلب أنا بهيو كذا كاتبه هيو مع الشاب هون من 25/12/2015، كل يوم بروح عند واحد اسمه المهندس علاء عطير ببعثني على الخدمات، بروح على الخدمات كذلك الأمر مش داخل حدود بلدية. طب إحنا بندفع مية وكهرباء وبندفع نفايات، بالنسبة للحاوية الحاوية طلع عينكم بالناظر خرباني، وقدمت وهي الطلب مقدمه أنا واليوم وبكرة وبكرة واليوم بضل يحكي لي جدد الطلب هو يعني عدم مؤاخذة بضحك علينا. طب إحنا مش بني آدمين اللي هون، المية بعرض الشارع بتكون هين، الباسكورت طلع كيف عينكم بالناظر، أنتم ما نزلتوش لتحت شوي صغيرة عند باب الدار المية مبركة.